عندك سلاحك المفضل ما ودك تخسره ينكسر بسرعة حلك عندي اتصل على زيرو الكثير منكم يعاني مشكلة تصليح الأسلحة وجاكم وانتد حلال المشاكل. اليوم بإذن الله راح أرويكم الحل أنك تصلح أي سلاح موجود في اللعبة. في داينغ لايت 1 كان فيه تصليح هذا، ولكن المشكلة هنا عندنا في بداية اللعبة ما يمديك تصلح. في حل مؤقت ما راح أذكره في هذا المقطع، لكن ممكن تبحث عنه وتلقاه، اللي هو من التاجر تقريبا تشتري آيتم وكذا. لكن مقطع اليوم حل يعني ما يخلص عندك، عرفت؟ وعلى طاري الطلقة هذه، إذا ما تعرف في نفس المنطقة هذه في الماب، إذا ما وصلت إلى الجاريسون ديستريكت في هذا المكان تاور، فيعني أنك ما تقدر تحصل على هذا الآيتم، وأنا آسف لازم تقدم شوي في القصة وترجع بعدين وتشوف المقطع هذا وبعدين تقدر تصلح. مثل ما قلت لك في طريقة ثانية تاجر ممكن تبحث عنها بتحصل أكيد مقاطع عنها. أما إذا تقدر توصل التاور بتدخل وبتطلع اللفت على السريع، مجرد ما توصل فوق بتشوف التاور على يسارك أو تحت من هذا المكان، بتشوفه تحت على اليسار، هذا هو، بتنط وبتوصل إلى السطح، بتوصل الكيبل أو بتاخذ الكيبل من التبروف وبعدين بتنط. ما خاب ظني انه انتبه بس في هذا المكان، ما خاب ظني انك لازم تنزل طابقين. شوف الطابق الاول ما فيه له شيء، الطابق الثاني تكون بكل حرص تنزل بشويش بتوصل الى نفس المكان، بتحصل نفس الشيء، مكان توصل فيه الكيبل وتسحب كيبل ثاني من الجهة المقابلة، تروح الجهة المقابلة تسحب كيبل ثاني وتنط نفس الشيء تقريبا طابقين. هذا الطابق الاول، بتروح للطابق اللي بعده. شوف المنظر، اللي عنده فوبيا هذا ما يبعد من المشن هذا. تاخذ واير مره ثانيه، يعني تسوي هالحركه مرتين، تاخذ واير وتنقز. هنا فيه نفس اللمبه لازم تنتبه لها، تروح من جهه اليسار وتتعلق فيها وتنزل، وبعدين نفس الشيء تسوي الحركه مره ثانيه. معليش يا جماعه صح ان الشرح شوي طويل، لكن صراحة يسوى، عرفت؟ يعني الأسلحة اللي تعبت فيها راح تبقى معاك وتصلحها، خلاص مجرد ما توصل هنا تشبك وانتهى الموضوع. معاك المفتاح طبعا من أول مشن في القصة، بتيجي بتفتح الباب هذا بتحصلك زومبي على طول، عطاه ثروينج نايف على السريع ولا تفاهم معه بطريقتك الخاصة وادخل. في هذه الطاولة بتحصل فيه رسالة، بتاخذ رسالة بتقراها، والطاولة اللي قدامك بتجلس، اجلس في جميع السبوتات اللي تقدر تجلس فيها لين ما يرسبن عندك الكرتين هذا. لا، بتاخذ واحد من الكروت اللي هو الكوريك بلوبرنت، هذا اللي نحتاجه يا اخوان. مجرد ما تيجي لأي سلاح تحطه في التشارم وخلاص، من 80 من 26 الى 80 مثل ما تشوفون، واي سلاح تقدر تحط فيه له هذا الدرابيليتي. هنا في سلاح ثاني نفس الشيء، شوف من 133 الى 210. وبس يا شباب، اتمنى في احد استفاد من هذا المقطع، لا تنسون لايك وخذوا لفه في القناه لعل تجون يناسبكم وتشتركون في القناه. نزل العاب محاكاه وفيفا وغيرها، ولا لا حسني طفشتكم من الخاتمه هذه. اشوفكم ان شاء الله على خير، حياكم الله.